آل فطيح الحاضر بمنزح في هذا الشوط وفي هذا اليوم بالتحديد. مشاركة مبارك بن ذيب المهانة الفطيح بالقعود منزح السن حق وهو تلات عند مبارك، وشيء طيب شيء يشجع جميع مالك ابن على تطوير الزين، وسابق وقلنا الكلام هذا، لكن لمر بالميدان قعود وتلات ينافس مع أهل المشترى يعتبر ناموس بحد ذاته، يعتبر تميز عن صاحب المشاركة انه يجي ويشارك وينافس الملاك والتجار والمستثمرين في هذا الميدان وبتلات، هذا يعتبر فوز بحد ذاته. مشاركة ولد غرنوك الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير الله يطول عمره، الأمير سلطان من المشجعين والداعمين لأهل الإبل ومن أهل الزين اللي يجمعوا أندر السلالات وأقواها، وغرنوك غني عن التعريف، عدة ورديات تشارك في الميدان هذا على السلالة هذه ومحافظة على أرقامها على مراكزها. ونشكر أخو مبارك جميع المشاركين اللي حضروا، الحضور هذا مميز اليوم، حضور تنافس زين اليوم، اللي بيحكم من أول مرة يظلم روحه بيظلم القعدان. اليوم تميز كل قعود، هي تميز كل قعود فيها رونق، في كل قعود لها شكل مختلف. القعدان اليوم الخمسطعش كلها قعدان مميزة، قعدان قوية، قعدان سلالاتها فاخرة، وجاتنا خلاصة الزين في قعدان الحمر حضرت وشاركت معنا اليوم يا أخوي أحمد. إذن متابعينا الكرام، حضور مميز في هذا اللون وفي هذا اليوم مع القعدان الدق في لون الحمر، هذا حضور ومشاركة متابعينا.